السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم الآن عن بعض أصدقاء والدي اللي كان والدي مقرب إليهم واللي برضك أثروا في شخصيتي وأنا طفل صغير. أول واحد فيهم كان اسمه عم عرفة. عم عرفة ده كان سمكري. طبعا والدي ما كانش بيفرق من أصدقائه سواء كانوا من الأزهريين أو من صيادلة إلى آخره. كنا دائما ما أنا بعدي على والدي عن عم عرفة ده وكان في الورشة بتاعته يقعد يسلم عليه ويقعد معاه شوية. ومش عارف أنا دائما كنت كل ما أروح عند عم عرفة ألاقي عنده خروف يعني وكأنه يعني العيد عنده دائما هناك. كان رجل طيب جدا 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 وكان دائما بيحتفي بالوالد وكان بيستمع الوالد وآراء الوالد في الأمور الدينية إلى آخره. كان في شخصية أخرى كان صيدلي وكان بس أنا مش فاكر اسمه. الصيدلي ده كان في الوقت ده لما نحب في مصر في الوقت أو في القاهرة في الوقت ده يعني كان في نوعين من أنواع الأدوية. أدوية بتنتجها الشركات الأدوية وأدوية أخرى مركبة. فكان ولد والدي صديق والدي الصيدلي ده كان هو بيعمل الاثنين وكنا بنروح له لما يكون واحد مريض في الروشتة بيكون موجود فيها دواء مركب أو دواء غير مركب. وكان رجل طيب جدا ودايما يقابلنا بابتسامة ويعلمنا ازاي نعمل ادوية ورلنا ازاي الادوية بتتعمل عنده في الصيدلية. الشخصية الثالثة كان اسمه عم رمضان وكان ده شخص يعني من اصدقاء والدي المقربين وكان تقريبا على المعاش متحل وكان بيحب الاشياء الفلسفية ويحب النقاشات ويحب جلسة العلماء خاصة ما جلنا في البيت الشيخ عبد العزيز عيسى او بعض المشايخ الاخرين لما من أصدقاء والدي كان يكون هو موجود معهم ويسأل أسئلة غريبة جدا. ففي يوم من الأيام طلعت في مصر موضة كبيرة جدا اسمها تحضير الأرواح وطلع عليها أفلام في السينما إلى آخره إلى آخره وإنك ممكن تستدعي روح فلان الفلاني أو روح فلان الفلاني أو روح فلان الفلانية إلى آخره ويضلموا الأوضة ويقفلوا النور ويقعدوا الناس ويجي الفلان الفلاني ده يكتب بالقلم والقلم يكتب والناس تصوت وتزغرت الى اخره يعني. كان عم رمضان ده يعني حب يعمل تحدي لوالدي في البيت وجمعنا كلنا في غرفه الصالون وضلم النور وحد مش عارف روح مين يعني بالظبط في هذا الوقت وسمعنا كده صوت غريب في الغرفه وبعدين واحنا بعد ما رجعنا فتحنا النور لقينا على الورقه مكتوب كده كلام شخبطه مش فاكر انا كان هو ايه. هل قضية تحضير الأرواح في الخمسينات دي كان جزء فعلا زي ما تقول حدث كبير جدا أو كان ده شغل المخابرات المصرية اللي بتحاول تلهي الناس خاصة أن في الفترة دي كان دايما بتطلع فيه إشاعة كل سنة أن العذراء عليها السلام مريم طلعت من الكنيسة في شبرا والدخان طلع والناس خرجوا والناس واقفين في الشوارع والآلاف واقفين مستنين بركة العذراء. كنا احنا مش عارفين هاي العذرة دي هي فعلا العذرة وقبل اول عذرة دي شغل من شغل الاشغال المخابرات اللي كانت معمولة في الوقت ده. على العموم الشخصيات دي رحمة الله عليه بتدل على امرين. الامر الاول انه والدي رحمة الله عليه دي اصدقاء كتير جدا من خلفيات مختلفة سواء كانوا مشايخ او دكاترة او اطباء او صيادلة او حتى عمال زي ما احنا نتكلم عنهم. وفي نفس الوقت بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان هؤلاء الناس يعني ناس يعني عندهم شخصيات جيدة ومحترمين وكل المهن في الوقت ده في مصر كانت بتحترم من جميع الناس. أشكركم على حسن مشاهدتكم للفيديو وأرجوك تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.